بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن التدفئة في البيوت المحمية. التدفئة في البيوت المحمية يعني تدفئة، يعني إن أنا بحاول أهيئ للنبات جو بحيث إن هو ما يوصلش لدرجة الصفر، أو إن هو يكون بالليل في درجة حرارة تسمح بإنتاج جيد سواء للخيار أو الطماطم أو أي محصول صيفي، لأن المفروض دي محاصيل صيفية ما بتتزرعش في الشتاء، ولكن لما بنزرعها داخل البيوت المحمية وفي الأقطار اللي هي بتصل فيها درجة البرودة بالليل لتحت الصفر، طبعا لابد يكون فيه تدفئة في البيوت دهيا عشان الانتاج بتاعها يكون جيد ويكون مرضي في نفس الوقت. تمام. اما بالنهار على جميع اقطار الوطن العربي احنا ما عندناش اي مشكلة خالص في البيوت المحمية بدرجة حرارة النهار. درجة حرارة النهار ما فيش اي نبات هينتج ويشتغل وكل حاجة، ما فيش اي مشكل خالص فيها على فكرة. يعني احنا مشكلتنا في درجة حرارة الليل. تمام. فعشان كده يا جماعة ابتدوا يصنعوا حاجة زي الوحدة بتاعت وحدة التدفئة دهيا. وحدة التدفئة دهيا باختصار عبارة عن هي بتولد حرارة جوه في الفرن دهوا، ولما بتوصل لدرجة حرارة معينة باختصار خالص الموتور ده فيه مروحة اهية انت شايفها، المروحة دي بتدفع الهواء السخن قدام الدفاية كده لحد ما بيوصل الهواء السخن. طبعا دي وحدة، وهناك زي ما انت شايفها هي وحدة، يبقى 2 وحدة في البيت اللي هو مكون من 2000 متر دهوا. بيدفعوا هما الاثنين حرارة بحيث ان انا بطلع على الشاشة اللي فوق دي، بطلع على الشاشة اللي فوق دي وابدأ اضبط درجة الحرارة بتاعتي بما يتناسب مع المحصول اللي انا زرعه. تمام. بما يتناسب مع المحصول اللي انا زرعه، في الغالب بندي من 17 ل 20 بالنسبة للطماطم والخيار، بحيث ان هي الدفاية دي في حساسات طبعا موجودة في البيت متعلقينها احنا قدام شوية، حساسات نازلة. اول درجة الحرارة ما بتوصل لي 17، او زي ما انا مظبط عليها، ممكن نوصلها ل20 يا جماعة، زي ما انا مظبط عليها ببص الاقي الدفاية دي فصلت. طالما وصل لل17 نزل تحت ال17 ابص الاقي الدفاية اشتغلت. كل ده عن طريق ايه؟ عن طريق شايف الكابل اللي جاي من فوق ده عبارة عن موصل للدفاية حساس، هي بتشتغل وبتفصل. المهم يعني بتشتغل وبتفصل على حسب درجة حرارة البيت بالليل. تمام. طبعا بنزرع بالنسبة للتدفئة دهيت، هي بتكون مكلفة، ولكن الكل بيطمح في ان هي بتدي له انتاج كويس. اول حاجة يا جماعة سيبك بقى من النبات يقعد حي، النبات لو الغرض من التدفئة انك تقعد النبات عايش ديت ملهاش لازمة خالص، دي ملهاش لازمة خالص. تمام. امال احنا بنشغل التدفئة ليه؟ بنشغل التدفئة عشان نحصل على انتاج كويس. يعني انا اول حاجة مكلف نفسي وعامل بيوت محمية، دي في حد ذاتها برضه الانتاج هيكون قليل، لان درجة الحرارة وصلت تحت الصفر او حتى وصلت في الخمسة والسبعة والحد العشرة درجة مئوية، برضو الانتاج هيكون قليل. طب امال انا بشغل التدفئة ليه؟ عشان التدفئة كأني انا في الصيف بالظبط، المفروض الانتاج بتاعي يقل عن انتاج الصيف حاجة بسيطة. دي رقم واحد. رقم اتنين يا جماعة، ان انا لما بزرع صنف الخيار مثلا، دي من الميزة بتاعت الدفايات ولازم الناس كلها تعرف القصة دهيت، ودي من اسرار المهن يعني. تمام. انت عندك تدفئة، تمام، عندك تدفئة كويسة ممكن توصلها ل20. تمام. طيب انا عندي نوعين خيار، في صنف اساسا شتوي وفي صيفي. تمام. سيبك بقى من الخريف والكلام ده كليته، انا عندي ما علينا انسى شتوي وصيفي دي، انت عندك مالتي وعندك سنجل، عندك مالتي فروت يعني على العقلة اكتر من خيار، تمام، من اكتر من ثمرة، والسنجل هي ثمرة واحدة، وده بيكون دايما الشتوي، اما الصيفي بيكون دايما عبارة عن مالتي. طب انا طالما عندي، قلنا النهار مش هتفرق معايا لان درجة الحرارة كويسة، وبالنهار لو انا سكرت او قفلت المراوح اللي عندي هنا درجة الحرارة في الظهر على طول بترفع ل30، حتى لو انا في الشتاء طالما الجو ما فيهوش غيوم. تمام. طيب امال بالليل، هي بالليل المشكلة، فانا بجيب الصنف اللي هو الصيفي اللي هو مالتي فروت
واستفاد بالإنتاج العالي بتاعه في الشتاء، وكمان في الشتاء بيبقى الأسعار بتاعة الخيار غالية. فده هو الغرض من التدفئة، مش إن الغرض من التدفئة إن أنا أحطها في الكلور كده أو إن هي بتصرف سولار وبس. وإذا الديزل ما كانتش الناتج منها بيغطي التكلفة بتاعتها يبقى بلاش من القصة دهيت خالص. ديا بس اللي حابين نقوله في التدفئة. فلو عندك انت تدفئة اظبط درجة الحرارة بتاعتك على 20 بالليل في زي ما انت شايف كده هو. دي رقم واحد. رقم اتنين، رقم اتنين انك انت تزرع اصناف زي المالتي فروت، بحيث ان هو الانتاج بتاعه غالي في الاسعار بتاعته في الشتاء غالية، وبالتالي هنعمل ايه؟ بالتالي هيحصل ان احنا بالتالي هيحصل ان احنا هناخد انتاج جيد. ديت دي من قدام الوحدة بتاعت دي اللي بيطلع منها الهواء السخن، بيتوزع طبعا على بقية البيت. ده اللي احنا عايزين نقوله في التدفئة يا جماعة. تمام، يبقى باختصار شديد تدفئة كويسة، ازرع صنف مالتي فروت عشان تستفاد منه. تمام، درجة حرارة الليل بتاعتك تكون لا تقل عن 20، يعني من 17 ل 20، هتلاقي الانتاج بتاعك كويس مع الأسعار الكويسة خصوصا في فصل الشتاء. إذن في الموضوع مش مكلف، بالعكس ده هيبقى ميزة بالنسبة لحضرتك. إذا كان أنت هتزرع أصناف عادية مش هتعرف تدير قصة التدفئة، يبقى سيبها على الله كده وازرع أصناف شتوية وانتهى الموضوع بيك لحد هنا. شكرا لحضراتكم.